في تجربة شهيرة أجراها ديوول وفريق البحث سنة 2008، وضعوا فيها قردين في قفصين متجاورين ودربوهم على إجراء مهمة محددة. كل ما بينجح أحد القردين في المهمة بيتم مكافأته بقطعة من الخيار، لكن بعد أن قام أحد الباحثين بتفضيل أحد القردين وإعطائه مكافأة حبة من العنب بدل من الخيار على إنهاء نفس المهمة، القرد الأول أصبح غير راضي بقطعة الخيار وقذفها في وجه الباحث، اللي قاد إلى فكرة مهمة جدا هي إدراك القردة كرئيسيات عليا لمفهوم العدالة. على أي حال، الجماعات البدائية للشمبانزي بتتكون من 50 فرد. بيعتقد إن أسلافنا الأوائل عاشوا في جماعات مماثلة بالتعداد، مع زيادة حجم الجماعة البشرية لعدد من مئات مع تطور البشر أصبح من الضروري تحقيق درجات أكبر من التناغم والتوافق داخل الجماعة، الفترة اللي بيعتقد إن الفكرة الأخلاقية تطورت بوضوح فيها لما أصبح تعداد القبائل البشرية بيتراوح ما بين 100 ل 200 فرد نتيجة الحاجة الماسة للتحكم الاجتماعي، فض النزاعات، تماسك الاجتماعي. وطبقا لديوول، الظاهرة الأخلاقية عند البشر بتتميز بمستويين إضافيين من التعقيد لم يتم رصدهم بعد في الرئيسيات الأخرى. الأول إن البشر بيفرضوا قوانين أخلاقية بشكل أكثر صرامة داخل مجتمعاتهم عن طريق العقاب والمكافأة وبناء السمعة، وثانيا البشر بيطبقوا درجة من الحكم والتفكير حول الأحكام الأخلاقية لم تشهد بعد في الحيوانات. ومن هنا تم الجدال إن الظاهرة الدينية تطورت وانبثقت داخل المجتمعات البشرية بعد تطور الظاهرة الأخلاقية، تشمل فكرة تبرير الإلزام الإجماعي في سلوك الفرد بقوة خارجة للطبيعة زي الآلهة، وبضم أفكار زي جدود اللي بتراقب كل تصرفات الفرد، أرواح وآلهة بأشكالها المتعددة للإطار الاجتماعي. وبالطريقة دي البشر وصلوا لطريقة فعالة في كبح الأنانية الذاتية الجينية عند الأفراد وبناء مجتمعات أكثر تعاونا، وبالتالي القيمة التكيفية adaptive value للدين عظمت من فرص نجاة القبيلة ككل وبالتالي الفرد. الفكرة دي بتعبر عن المدرسة الأولى في علم النفس الطوري لأصل الظاهرة الدينية، اللي عادة ما بتعرف في الأوساط العلمية بظاهرة الدين كظاهرة تكيفية religion as an adaptation. في عدد كبير من الفرضيات والنظريات العلمية اللي بتطرح أشكال وصور مختلفة للقيمة التكيفية adaptive value للدين، أغلبها نظريات تضامن اجتماعي social solidarity theories، اللي بتجادل إن الدين بيقدم قيمة تكيفية عظمى عن طريق تحسين التعاون والتناغم داخل الجماعة. في المقابل أفراد الجماعة بيتعاونوا ويتخلوا بنسبة ما عن أنانيتهم الجينية اللي بيحسن من فرص نجاتهم وتكاثرهم. نظريات التضامن الاجتماعي دي من الممكن إنها تفسر طبيعة التقاليد الدينية الصعبة والخطرة في كتير من الأحيان. مبدأ التعويق Handicap Principle، أو أحياناً بيعرف بنظرية الإشارات المكلفة Costly Signaling Theory، هو فرضية طرحها عالم الأحياء التطورية الإسرائيلي المعاصر أماتس دهافي سنة 1975 في ورقة بحثية بعنوان اختيار الشريك اختيار لذوي الإعاقة Mate Selection A Selection for a Handicap، واللي حاول يفسر فيها إزاي التطور قد يكون قاد لنوع من الإشارات الصادقة أو الموثوق بيها Reliable Signaling بين الحيوانات اللي مش من مصلحتها إنها ترسل إشارات صادقة، بل على العكس أن تخادع الحيوانات الأخرى بدافع من تعظيم فرصتها. مبدأ التعويق بيقترح إن الإشارات الموثوق بيها لابد إن تكلفتها تكون عالية جدا بالنسبة للمرسل. على سبيل المثال، في حالة الاختبار الجنسي الحيوان اللي عنده فرصة بيولوجية أكبر بيستخدم الإشارات الموثوق بيها بصورة قد تعيق سلوكه أو تسبب له ضعف في أدائه. الحيوان المستقبل بيتلقى الإشارة دي على إنها علامة جودة، لأنه مدرك إن الحيوان القادر من غير الطبيعي إنه يتكلف إنتاج مثل تلك الإشارة المعيقة. زهافي استخدم أمثلة زي الطاووس اللي ديله بيجعله ضعيف أمام الكائنات المفترسة وبالتالي بيعتبر سمة معيقة، لكنها إشارة ثقة بتعبر عن جودة تفضلها أنثى الطاووس في موسم التزاوج. بشكل عام المبدأ محل اختلاف وجدال كبير في الأوساط العلمية، وفرضية زهافي غير مقبولة من التيار الرئيسي من علماء الأحياء، لكن الفكرة مؤثرة بشكل كبير وكتير من الباحثين بيعتقدوا إنها قادرة على تفسير جانب من سلوكيات الكائنات الحية.
على أي حال، مبدأ التعويق قد يستخدم لتفسير تطور التقاليد الدينية الصارمة والخطرة في بعض الأحيان، إظهار إشارة ثقة من الفرد تجاه الجماعة، لأن تكلفة الإشارة عالية جدا. إن كان الفرد بيحاول خادع الجماعة فقط من أجل الحصول على الفوائد بدون أن يتخلى عن أي جانب من أنانيته، وبالتالي التقاليد لابد أنها تكون شيء غير تقليدي أو بسيط وذو تكلفة عالية. الحرب على سبيل المثال أحد أمثلة الإشارات عالية التكلفة، وبيدفع ليها في كثير من الأحيان بدافع من الدين أو القائمين على الدين داخل الجماعة، ومن خلالها بيقدم الفرد دليل قوي عن تخليه عن بعض من أنانيته البيولوجية كي ينتمي للجماعة ويحصد فوائدها.